على اقول لك على وصفة حلوة جدا للرموش. الناس اللي رموشها ما بتطولش او ابتدت انها تبقى قصيرة وما بقتش تبقى كثيفة، الوصفة دي جميلة جدا لكثافة الرموش وسهلة جدا وكلها مكونات طبيعية 100% وحاجات كلها عندنا اكيد في البيت. الحاجات بجد سهلة فوق ما تتخيلي. ما تنسيش تعملي لي لايك عشان اللايك هو اللي هيوصل الفيديو لاكبر عدد من البنات، وكمان ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس لو لسه ما اشتركتيش عشان كل وصفاتي توصلك ويوصلك اشعارها اول باول. اول حاجة هنا انا هجيب الاول طاسة، بلاش البولة علشان انا عايزة اسخن المكونات اللي انا هعملها دلوقتي معاكم. نجيب طاسة بس الاول وبعد كده نبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هنا جبت طاسة، بصوا معايا بصلايه صغنطوطه جدا، شايفين اصغر بصلايه عندي هي اللي احنا هنعملها دي، ممكن تقعد معاك 15 20 يوم وممكن اكتر كمان لو استخدمتها كمان يوميا. البصلايه دي انا بحب ان انا اقشرها وهاخد منها واكون غسلها، يعني انت تقشريها واغسليها بس عشان الريم اللي بيبقى حواليها الاسود ده مش عايزاه تماما، انا عايزه البصلايه تبقى نظيفه. انا هنا بقشر القشره وهقشرها معاكم اهو، بس ازيل القشره عشان انا عايزه الطاسه تبقى نظيفه ما فيهاش اي شوائب، تمام؟ وده مهم جدا. انا رحت انا قشرتها، هروح بس اغسلها غسله كده يعني شطفه كده بس عشان تبقى معايا نظيفه، يعني المكونات تبقى معايا صافيه ونظيفه. وكده هبقى ان انا اول مكون معايا البصل. البصل ليه فوائد قويه جدا، بيطلع من الجذور الشعر، كمان بيخلي الشعر يطول، تحفه جدا البصل، وكلنا عارفين فوائد البصل، واللي مش عارف فوائد البصل ابحثي عنه في جوجل هتعرفي فوائده القويه جدا خصوصا للشعر وللرموش وللحواجب. الوصفه بالمناسبه تنفع كمان للشعر وللرموش وللحواجب، يعني تنفع لاي حاجه انت حابه تستخدميها الوصفه دي فيها. هجيب معايا 3 فصوص ثوم، على فكره مش هتحس باي حاجه، تابع الوصفه للاخر عشان ما تتخضيش لما تشوفي بصل وتوم وحاجات من دي، تابع الوصفه للاخر وانت هتعرفي النتيجه هتبقى ازاي وهتنبهري اصلا. هنا هقشر التوم بقى معاكم، انا هاخد 3 بس. طبعا التوم من الحاجات القويه جدا اللي بتطلع الشعرايه من جدرها، وكمان بتخلي الشعره قويه وبتكثف الرموش او الشعر او الحواجب، طبعا ده بردك ليه فوائد كبيره وعاليه جدا. البصل والتوم ده حاجه حلوه قوي. طب انا لو مش عايزه استخدم الحاجات الطبيعيه، بتجيبي من العطار زيت بصل وزيت توم براحتك خالص مفيش مشكله، بس انا افضل الطبيعي 100% علشان دي حاجات انا استفاد بيها احسن ما يكون مخلط حاجات من بره مش عارفه هو عاملها ازاي. هقطع البصلايه لمكعبات صغننه زي ما احنا شايفين، تمام؟ اللي ما عملش لايك يعمل لي لايك 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 لايك، حلو زيه كده. وكمان عايزه اقول كلمتين للناس اللي ما بتحبش الرغي، انا اما برغي برغي بفيدك، مش برغي باي كلام ان انا بقعد اهزر واقول كلام مسخره، انا لما برغي برغي بفيدك، يعني انا بتكلم بقول لك ايه فوائده ايه انا عامله القناه عشان نبقى كلنا عيله مع بعض، عشان كلنا نحب بعض، كلنا نتكلم نرغي نتكلم، مش داخله ان انت تتفرجي على وصفه وخلاص خدت المكونات وتيجي تعملها غلط ما تنفعكيش. بلاش الكومنتات المستفزه وخليكي في الحاجات اللي تفيدكوا بس. المهم هنا هجيب زيت زيتون، زيت زيتون هاخد منهم 3 معالق في الخلطه بتاعتي، 3 معالق بالظبط. طبعا انا قلت لك الكميه دي هتكفيكي من اول 15 يوم لشهر، يعني هتقعد معاكي فتره، لو خلصت اعملي غيرها مفيش مشكله، بس هي هتكفيكي يعني كميه حلوه. تمام كده، يلا بينا نروح نرفعهم على النار. يبقى انا هنا ليه رفعتها على النار او ليه هرفعها على النار؟ علشان الزيت يشرب الزيوت بتاعت البصلايه والزيت بتاع التوم، فانا عايزه التوم والبصل ينزل الزيت بتاعه، الزيوت اللي بتبقى ربنا خالقها فيها، فانا حطيتها مع زيت الزيتون علشان كلهم يغلوا مع بعض. يعني بصوا شوفوا دلوقتي لما الوصفه بس انا مجمعاها كلها في الزيت يا جماعه، بصوا يعني البصل كله مجمع في حبه الزيت، ما تخليش البصل بعيد عن ده، يعني خليهم كده متجمعين كلهم مع بعض عشان كله ياخد فوائده وكله ياخد الغذاء بتاعه. شايفين كده انا زيت الزيتون بيبدا يخش في البصل وبيخش في الثوم وبينزل لي زيوته الطبيعيه اللي انا عايزاها او اللي انا هستفاد بيها. سيبها على نار هاديه لمجرد مثلا 4 5 دقائق بكتير قوي قوي قوي، يعني بصوا تاخد غلوه بالشكل ده اللي هو احس ان البصله دبلت وريحتها ابتدت تطلع. شايفين يلا بينا بقى نروح نكمل بقيه الوصفه. هنا هبدا ان انا انزلهم في طبق في بس في مصفى عشان انا عايزه الزيت بقى خلاص، انا الحاجات اللي فوق دي مش محتاجاها اللي هو البصل والثوم، انا عايزه الزيوت بس. شايفين كده انا خدت زيت ثوم خدت زيت بصل على زيت الزيتون، يعني فوائد خرافيه خرافيه.
هبدأ ان انا انزلهم وهسيبهم 10 دقايق يتصفوا براحتهم، وبعد كده ارجع ابص عليهم. يعني انا هسيبهم هشيل بس اللي وقع تحت دوت في الطبق واحطه في المصفى، هسيبهم بقى اللي هم يصفوا براحتهم ويبردوا، وبعد كده برجع ابص عليهم، يعني مجرد 10 دقايق كده وهنرجع نبص عليها. تمام؟ لحد هنا كده اكيد الدنيا واضحه معاكم والدنيا بقت سهله والموضوع ما خدش وقت يعني. تمام؟ قلناش فوائد زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات الجميله جدا بردك اللي بتقوي البصيله وبتخلي الشعرايه تطلع ناعمه ومفروده، وكمان بتخلي الشعرايه كثيفه، مش اللي هي ضعيفه، لا بتبقى قويه وكثيفه. فالمكونات كلها يا بنات صدقوني قويه جدا جدا للرموش وللحواجب ولجمال. لو عندك فراغات في شعرك حطيها عليها، بجد رهيبة رهيبة. هنا خلاص بصوا انا استخلصت الزيت بتاعي، بصوا شكله تحفة ازاي ومفهوش ريحة التوم خالص ولا ريحة البصل، جميل جدا جدا على فكرة. هنا بقى هبدأ احط عليه زيت جنين القمح. جنين القمح من الحاجات القوية اللي زي نفس زيت الزيتون ونفس المكونات اللي في البصل والتوم اللي هي بتكثف الشعر. يعني جنين القمح ده اللي هو فوائده تكثيف الشعر. طب انا لو ما عنديش جنين القمح ممكن استخدم ايه؟ ممكن تستخدمي الخروع، بس مش هتحطي معلقه زي ما انا حطيتها، هتحطي نص معلقه صغيره من زيت الخروع. زيت الخروع مش ضرر لو انت خلطاه مع حاجات، لكن ضرر لو انت حطيتي الخروع كده على الرموش دايركت، ده غلط. لكن لو انت خلطاه في حاجات يعني في زيوت والكلام ده كله مش فيه اي غلط ولا اي حاجه. هنا المهم انا جبت علبة صغننة ولازم تحطي فيها الوصفة، ما ينفعش في مسكرة عشان هنحط لسه كمان مكون اخير، وده القنبلة او القوي جدا. المكون ده هقولك طبعا على طريقة الاستخدام كاملة، بس لما نيجي نكمل بقية الوصفة. بصوا هنا انا معايا القرنفل او المسمار. القرنفل او المسمار معروف عنه انه بيكثف الشعر، بيطول الرموش والحواجب والشعر، بيكثف جدا، وكمان بيزود الشعر، يعني بيخلي الشعر طالع بشكل كده حلو كثيف جدا. انا حطيت منه 5 وحدات بس في الخلطة بتاعتي. 5 دول يعني ما شاء الله عليهم بقى، هم دول القوة والفيتامينات اللي في الموضوع كله. تمام؟ بسيبه منقوع فيهم كده ليلة كاملة قبل ما بستخدمه، يعني انا بسيب كده الخلطة دي في مكان ضلمة ليلة كاملة، وبعد كده ببدأ استخدمه بقى من تاني يوم ابدأ استخدمه. ممكن بقى بفرشة مسكرة بتغطسيها كده فيه وبواحدة واحدة على حواجبك وعلى رموشك، بس بلاش منطقة العين يعني ارجوكوا. اي حاجة يعني ان حتى لو مفيدة بلاش في منطقة العين جوه، على الرموش كده من برة ابدأي اعمليها كل يوم قبل ما تنامي، يعني قبل ما تنامي كمان بساعة يكون الرموش شربتها والحواجب شربتها، عشان لما تنامي ما يسرحش في جوه في العين. لا يعني سيبيهم لمدة ساعة قبل النوم، اعمليها وجربيها هتعجبك جدا. فعلا الوصفة خطيرة قوي. وما تنسوش تعملولي اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس وقولي رأيكم في الوصفة. وباي باي.